اوكي. الحين إذا خدنا الفيسز هذا نقول له اكسترود فيس نسوي الزينة هذه، نلاحظ أنها صايرة مقوسة. اوكي، عندنا زعنفة ثانية هني بعد. بالطريقة هذه ناخذ vertex نفس الشيء، عندنا زعنفة تحت هني تقريبا صايرة تحت الزعنفة اللي فوق. faces extrude خلينا نحط هني اجلوب يبي لنا اجلوب بعد. اوكي، راح أسوي مرر بعدين. هنا عندنا من بعد زعنفة هني يعني ممكن نحط اجلوب بعد هني. نلغي هذا بما ان اللي تحت صار افضل. الطريقة هذا نلغيه. هذا الشكل المبدئي. الحين تقريبا من النص الزعنفة طالعة، خلينا نقول من هني. إذا أخذنا فيس قلنا له اكسترود لنن صقر من النص، جي اكسترود ثاني، جي جي اكسترود جي. نحاول نسوي الزعنفة يعني الطريقة هذه، تهيألي أكبر يبيلها تكون. وهني
تقريبا صايرة مثلثة. بعدين احنا بالرق راح نسويها بالشكل اللي احنا نبيه. عندنا هني بعد في زعنفة صغيرة تقريبا هني المكان هذا، نعمل اكسترود. جي اكسترود ثاني جي 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 تقريبا هذا الشكل. بدي انا بعد نحط ايدج لوب هني يروح على الكل، نشوف بدا يصير. شيفت ايدج لوب، ايوه تمام ممتاز. عشان ناخذ الفيرتكس ننزله شوي، هذه شوية نقول كبيرة. اللي هي هذه الصغيرة اللي هني، يعني هذه مبدئيا. هني احنا في بعد ديفورم عندنا، بس نوصل للحل للفم راح نضبطها ان شاء الله.